شايفين ان المنهج بتاعنا يعني الى حد ما اتغير الستايل بتاع الامتحان. طبعا بعد ما كان له شكل ويعني ممكن نقول تراديشنال شوية، اتغير بقى يعني شوية الستايل بتاعه بقى افضل، يعني في صالحكم يعني ان شاء الله. هو طبعا اول سؤال معانا هيكون مالتي تشويس، تشوز ذا كوريكت انسر. هيكون في عندنا 16 تشويسز، في عندنا 16 جملة اختيار، ده في أول سؤال معانا. في معانا كمان سؤال عن بيقول لنا fill in the space، يعني املأ الأماكن الفارغة، وهيجيب لنا 6 points، 6 نقاط. بعد كده هيبقى في reading passage، هيديني قطعة وعليها questions، مجموعة من الأسئلة، في منهم 4 multi choices، وفي عندنا كمان 3 open-ended questions، يعني ثلاث أسئلة مفتوحة، يعني ممكن يسألنا ب what, where, why وهكذا. ده بالنسبة لأسئلة ال passage. في كمان عندنا سؤال translate أو translate، الاثنين صح. فسؤال translate هيجيب لنا برضو أول قطعة هتكون from Arabic into English، والقطعة الثانية هتكون في قطعتين تانيين هيكونوا from English into Arabic. في آخر سؤال معانا في سؤال write a paragraph، وسؤال write a paragraph هيكون مديني برضو اتنين two paragraphs، أول paragraph ممكن أختاره أو تاني paragraph براحتي جدا، هما بيبقوا يعني ممكن أختار اللي أنا عايزه من ال paragraphs. ده بالنسبة لي الامتحان. المنهج بتاعنا يعني كما هو، يعني ما فيش فيه إلا حاجات بسيطة يعني اتشالت هنتكلم فيها قدام شوية. هنبتدي أول يونت معانا، هو ما فيش أي تغيير إن شاء الله في أول يونت. أول يونت هو enjoying work. enjoying work من